المدينة الجديدة سيدي عبد الله محطة أولية لبعث مشروع المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني على مستوى العاصمة، مشروع يهدف لتوفير كل الوسائل اللازمة لتعميم عمليات الدفع الإلكتروني بطريقة آمنة ومتاحة للجميع. وزير المالية وبحضور كل من وزير التجارة ووزير البريد والمواصلات أشرف على الإطلاق الرسمي للمشروع. نحن على يقين أن هذا المشروع سيكون حافزاً للنمو للاقتصاد أو للنمو الاقتصادي الرقمي، وكلنا عزم وتصميم على جعل مدينة سيدي عبد الله مثالا حيا وملموسا لرؤية الجزائر الجديدة الرقمية والشاملة. ومن أجل إنجاح هذا المشروع سنسعى جاهدين إلى وضع نظام قانوني وتنظيمي قوي بغية تطوير الدفع الإلكتروني في الجزائر. المشروع الذي تشرف عليه الجمعية المهنية للبنوك المالية وتجمع النقد الآلي يندرج ضمن مقاربة الجزائر الرامية لعصرنة المعاملات البنكية والبنى التحتية الضرورية لتجسيد التحول الرقمي على أرض الواقع، تحول تسعى من خلاله الجزائر لتطوير الأنظمة المعلوماتية والعمليات المصرفية في القطاع الاقتصادي. عدد عمليات الدفع الإلكتروني بمختلف الوسائل سواء بالنهائيات ولا عبر الانترنت ولا عبر تطبيق بريدي موب مثلا، في 2020 وصلنا لخمس ملايين عملية. في نهاية هذه السنة نترقب إن شاء الله أن يتجاوز هذا العدد 60 مليون عملية. هذا مثال آخر يجسد مرة أخرى كل التحسينات اللي وكل الوسائل اللي وفرتها الدولة سواء فيما يخص البنية التحتية لخدمات الانترنت أو وسائل الدفع الإلكتروني، لا سيما الوسيلة المحورية اللي هي بطاقة الدفع الإلكتروني. وبغية إشراك المواطنين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين في إنجاح تعميم الدفع الإلكتروني في الجزائر، حملات تحسيسية واسعة في ولاية الوطن ستتزامن وإطلاق مشروع المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني بسيدي عبد الله. إن دائرتنا الوزارية تعمل على تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر كامل التراب الوطني من خلال تحسيس التجار بوجوب الإسراع في اعتمادها وإعلام الزبون بأهمية هذه التعاملات التجارية الإلكترونية. مثل هكذا مبادرات سوف تضفي قيمة إضافية ودفعا إضافي للولوج بعالم الدفع الإلكتروني إلى مناطق أو أماكن متقدمة. وفي انتظار تعميم المشروع في كامل ربوع الوطن، المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني بسيدي عبد الله ما هي إلا خطوة في مسار الدفع بالسوق الرقمية لمستوى تطلعات الجزائر في تحقيق الشمول المالي.